عندنا احنا كي نتكلموا على الاحتياجات، شعفوا اللي يتكلم على الجوع توا وينظروا علينا، شعفوا الجوع وقت اللي واحده في الرديف ولا في ام بعرايس ولا في المتلوي تمشي للمستوصف تهز السير وتعذري الصغار باش تعمل في الخبز لصغارها باش ياكلوا الخبز حلو كانه بالمعجون. شعفوا على الجوع اللي يتكلموا عليه ويقولوا يلزم المظاهرات ويلزم، شكون قاعد يتظاهر يا خويا؟ اللي يخدم يمشي يخدم على روحه لا من شده. اما العباد اللي قاعده تتظاهر، العباد الجواعه، العباد البطاله، العباد اللي يرزقوا فيهم يقول له خبز وكرواسون يا بوليس يا ميشان، يطلوا علينا من 7 طاق ومن 10 طاق. احنا رانا ناس عامه الشعب، كي الناس واقل من الناس وكيف الناس، طالبين الكرامه في ديارنا، طالبين الخبز كي العباد الكل، طالبين البطال يخدم حتى واحد في عائله كي يخدم على عائله، او موان واحد تلقاهم 4 مجازين وقاعدين. علاش حتى تعرف انا نقول لك حاجه على الحكومه، في الحزب اللي فات في عهد بورقيبه كنا نقولوا جانا المقدم بوصلعه والسوريه تحت الخلعه، وراه الحبيب عاشور وجماعه فوق تراكتور يهزوا في سيد لسياده لصاحب اكبر جهاد. احنا تو جرانا هكاك، في المصف المبزع دخل السوريه نتاع الحزب من داخل وخرج الخلعه، قال انا راني تو خاصي وليت معاكم. حطونا في جماعه الاتحاد من تالي بعد قدموا للحزب، اعطوهم الوزاره نتاع التشغيل باش يولوا يتعاركوا هما، هانا منك فيك كل بعضك وخروا لتالي. اعطونا في الاحزاب الكل ركبت على التراكتور اللي هو الشعب وقاعدين يركضوا علينا الكل. احنا يا خويا ناس رانا عامه الشعب، لا طالبين كراسي، لا طالبين صنف، لا طالبين وزراء، لا طالبين، حطونا دي تكنوكرات يسيرونا لنجي الحكومه. يا سميرة، يا سميرة بربي طولت خذيت راحتك انت، يا مليك عندي لك سؤال شخصي بربي. تفضل. اخي تدخل الكوزينه وطيب انت؟ انا ندخل الكوزينه وانا نطيب، نطيب حتى العشرين واحد، وانا نقضي في داري، وانا نعمل كل شيء ونتبع في هذا الكل. شيء ممتاز اخت سميرة، مشكورة. مشكورة جدا سميرة. فاجأتني سي المنصور. انا نحب نحيي الاخت سميرة ونحب نحيي وعيها السياسي ويعني وتطلبها للكرامة. استثنائي هذا.